يسعد أوقاتكم حبايبي، مساكن معطر بالزيزفون. حكايتنا اليوم عن أميرة حلوة وفارس مزيون، الكل بيعرف قصتهم وإنه بحبها الشاب مفتون. القصة بدت لما هالصبي اختفت وغابت عن العيون، وصار الأمير يدور على الأميرة بكل جنون. لمرة كان عم يبكي تحت الطاحون، وشافته على الحال عرافة الضيعة شجون. قالت له: أنت قاعد هون عم تبكي وحبيبتك محبوسة؟ قال له: دخيلك، كيف بدي أنقذها؟ دليني وبكون إلك ممنون. قالت له: يلي خطف الأميرة رجال من الغدر مطعون، ابن عم حبيبتك بزماناته فات عبستان الرجال وما خلاله زيتون على الغصون، وهذا الرجال من أطايب الدنيا ما بياكل غير الزيتون، لهيك روح جيب له طلبه أحسن ما تضل بحزنك مسجون. انتفض هالفارس وراع بلاد الشام بلاد الخير والدر المكنون، وجاب من عند الدرة تشكيلة الزيتون. وصل الفارس على القصر وشاف الرجال، وشكله الرجال آدمي وحنون، وقدم له من الزيتون الدرة أشكال ألوان، أخضر أسود محشي ومعطون، وقال له: هاي جبت لك طلبة، خلينا بقى نفرطها لهالقصة وآخذ الأميرة وكحل فيها العيون. داء الرجال الزيتون وتغيرت معالمه، والرواء صار على وشه مدهون. قال له: أميرتك بخير وأمان، طلع خدها وحقك علي، الله يغزي الشيطان الملعون. وتجوز الفارس من الأميرة وتنعموا بالمال والبنون. وقبل ما ودعكن بدي قلكن على حكي مكفول ومضمون، زيتون الدرة مشغول بأصول وفنون. بالهنا والشفا يا صايمين، رمضان كريم.